لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. راه عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه أو صادقون عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ وفي بعض النسخ: هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، إن كنت نبيا لم يضرك. قال: باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هذه الشاة التي قدمتها امرأة يهودية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وضعت هذا السم في الذراع، سألت عن أحب القطع من الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنها الذراع، فعلى ذلك وضعت السم في الذراع. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، وأن اللي قدمتها كانت امرأة يهودية، وسألت عن أفضل المواضع التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة، فقال له: الذراع، فوضعت فيها السم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هنا من اليهود. قلنا بعدما طعم النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة، بعدما طعم النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة، وقال أن الشاة أخبرتني أنها مسمومة، فجمع اليهود، فجمع له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقال: هل أنتم صادقي عن شيء سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. وده معتقد اليهود، أنهم يمكثون في النار أيام معدودة كما قال ربنا سبحانه، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ده أساسا معتقد اليهود، أنهم في بعض كده الروايات قالوا: إنما نعذب في النار 40 يوما 40 ليلة ثم تخلفنا فيها. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه بيذكر أن اليهود قالوا أن عمر الدنيا 7000 سنة، وأنهم يعذبون بكل 1000 سنة يوما، وبالتالي بقى هيمكثوا، إنما هي نمكث في النار قال 7 أيام. فالله تعالى أنزل هذه الآيات
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدود. هذا ظن اليهود، هذا ظن اليهود، لذلك قالوا هنا نكون فيها يسيرا ثم تخلفننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا، لأن حتى المسلم من عصاة الموحدين إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، لا يخلد في النار إلا أهل الكفر. فحتى عصاة المسلمين من الموحدين إذا دخلوا النار يبقى لا يخلدون فيها، ولكن يمكثون إلى الفترة التي شاء ربنا سبحانه وتعالى ثم يخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعي. لذلك قال والله لا نخلفكم فيها أبدا، إنما لا يحبس في النار إلا الكفار. ولذلك قال ثم قال لهم فهل أنتم صادقين عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا نعم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. ولكن طبعا أثر ذلك السم كان بيوجد في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في اللهاء كده، وبالتالي كان يشعر بألم ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هل قتل هذه المرأة أم لا؟ لم يقتلها لنفسه، ولكن كان طعم معه بشر بن البراء بن بشر، أو بشر بن براء رضي عنه، طعم منها معه بشر ابن البراء، ومات متأثرا بالسم، مات متأثرا بالسم. لذلك قتلت اليهودية لما مات بشر ابن البراء رضي الله عنه، ولكن لم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنها قدمت له هذه الشاة المسموم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله قال باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، تردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي رواية عن عامر بن سعد قال سمعت أبي، أي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. قال باب شرب السم والدواء به، وقال وبما يخاف منه والخبيث. الخبيث يعني مقصده الدواء الخبيث، اللي هو ايه، كان بيشير الى السم ليس بدواء، وليس بدواء ولكن مهلك للإنسان. لذلك قال شرب السم، يبقى السم لا يقتل يعني بذاته، ولكن لما جعل الله عز وجل فيه من تأثير بذلك. قال شرب السم والدواء به، فهو لا يصلح أن يكون دواء، يبقى السم لا يصلح أن يكون دواء. وبما يخاف منه من الموت به أو استمرار المرض والخبيث، يبقى الدواء الخبيث قالوا يشير بذلك إلى السم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن قاتل نفسه، يعني إن قتل الإنسان نفسه اللي هو المنتحر يعني يا ترى ما حكمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يبقى السم مش دواء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تحسى سما فقتل نفسه، يبقى مهلك للإنسان. فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذه الرواية خرجت يعني للزجر الشديد، يعني للزجر، لكن ترى قاتل نفسه هل هو كافر أم ليس بكافر؟ إن كان مستحلا، كان مستحلا، لكن هو عاصي. ولذلك لما الإمام مسلم رحمه الله ذكر هذه الرواية، وذكر الإمام النووي رحمه الله أن قاتل النفس لا يكفر، بدليل يعني رواية عن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه كان له صاحب، وصاحبه يبقى كان يقاتل ثم قطع البراجم فمات، فرأه في نوم في أحسن هيئة إلا يده،
ولذلك قال: ماذا صنع بك ربك؟ قال: غفر لي، ولكن قال: لنصلح ما أفسدت. فلما قال هذه الرواية وهذه الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لديه فاغفر. طبعا هنا ما يجوزش طلب المغفرة للكافر، فاستندوا إلى هذه الرواية. لما طلب له النبي صلى الله عليه وسلم مغفرة، يبقى على ذلك قالوا: قاتل للنفس لا يكفر إلا إن كان مستحلا، إلا إن كان مستحلا، يعني كأنه قتل نفسه كده حلال عنده، لكن هو ده اللي بيدفعه ممكن القنوط أو غير ذلك، فهو عاصي، ذلك لا يكفر كما قال الإمام النووي رحمه الله. واستند الرواية الثانية، لكن دي خرجت مخرج الزجر الشديد، على الرغم من الرواية قال: خالدا مخلدا فيها أبدا. الأبدية دي ما تكونش إلا للكافر، يبقى الخلود في النار هتكون للكافر، والأبدية دي للكافر، لكن دي خرجت يعني للزجر الشديد، للزجر الشديد بدليل الرواية الثانية. دي بدليل، يبقى لما قالوا الزجر الشديد جابوها منين؟ من الرواية الثانية التي ذكرها، هذه الرؤية التي رآها طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما قص على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وليديه فاغفر. يبقى طلب المغفرة ما يجوزش أبدا أن تستغفر للكافر مهما حتى لو كان قريبا للإسلام. لذلك يعني بينا قبل ذلك في قصة عيسى ابن مريم عليه السلام، قال: إن تعذبه فإنه عبادك، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني هو مش بيشفع للكفار، لا يشفع، لأنه لا يجوز شفاعة المسلم في كافر، لكن كل ده مرده كما يقول إلى ربي سبحانه وتعالى. فلذلك قال: من ترد من جبل فقتل نفسه. يبقى بيقتل أيضا، يعني بيعذب بنفس الآلة، يعذب بنفس الآلة. قال: فهو نار جنة يتردى فيها خالدا مخلدا في أبد. أو من تحسى سما، وده الشاهد من الكلام، فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فقتل نفسه بحديدة، يبقى الآلة التي قتل بها نفسه يعذب بها في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه، أي يطعم بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وأيضا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في رواية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. يبقى السم داء وليس بدواء. قال: باب ألبان الأتن. ثم ذكر رواية عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال الزهري رحمه الله: اسمع حتى أتيت الشام. وزاد الليث قال: حدثني يوسف. ثم ذكر رواية عن ابن شهاب رحمه الله قال: وزاد الليث قال: حدثني يوسف عن ابن شهاب قال: وسألته: هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن أو مرارة السمع أو أبوال الإبل؟ قال: قد كان المسلمون يتداون بها فلا يرون بذلك بأسا. فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وأمرات السمع، فقال ابن شهاب: أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. ألبان الأتن جمع أتان، اللي هي أنثى الحمار، أنثى الحمار، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: فأتيت على أتان لي، يبقى في حجة الوداع قال إيه: فأتيت على أتان لي، ثم نزل فدخل في الصف وكانت ترطع بين الصفوف. الأتان يبقى أنثى الحمار، يبقى دي ألبان طبعا هتيجي من الأنثى، فقال ألبان الأتن، يبقى مقصود الأتان اللي هو أنثى الحمار، وبالتالي ده ألبان، يعني ألبان مثل البقر يبقى دي بيجي من الأنثى، ألبان الشاب يجي من الأنثى، ألبان يبقى الأتن بيجي من الأنثى اللي هي الأتان. قال في رواية عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. هل الأمر هيبقى مقصور؟ معنى الكلام الأمر مقصور على حرمة اللحم فقط، أما يعني اللبن وغير ذلك هيحل أم لا؟ فلذلك قال ليس قال: حدثني يونس عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري رحمه الله قال: وسألته: هل نتوضأ ونشرب ألبان الأتن أو مرارة السمع أو أبوال الإبل؟ قال: قد كان المسلمون يتداون بها فلا يرون بذلك بأسا. ده بالنسبة لأبوال الإبل، ليه؟ قصة العرانيين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يخرج إلى يعني الذود يشرب الألبانية وأبوالها حتى إيه
يبرأ من ذلك الداء الذي أصيب به، لأنهم اكتووا جو المدينة يعني كما مرت علينا الروايات. فهو بالسؤال ده، هل نتوضأ نشرب ألبان القطن أو مرارة السبع أو أبوال للإبل؟ قال قد كان المسلمون يتداون بها فلا يرون بذلك بأسا. قال أما ألبان القطن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، ولم يبلغنا عن ألبانية أمر ولا نهي. يبقى في خيبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، لحوم الحمر الأهلية، يبقى إن كانت ذكور أو إناث. فبالكلمة طرط باللبن اللي هو متحلب من هذه الأنثى، هل يا ترى ممكن نتوضأ به؟ هل ممكن نستعمله؟ وهل الحرمة لم تتعدى اللحم فقط؟ فلما سئل يبقى قال أما ألبان القطن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، يبقى تحريم الحمر الأهلية أو الحمر الإنسية، ولم يبلغنا عن ألبانية أمر ولا نهي. هل هتبقى ملحقة باللحم ولا لا؟ ده الراجح من كلام أهل العلم أن تبقى أيضا ألبان القطن محرمة. يعني نقول يبقى مش اللحم فقط، ولكن يبقى اللحم غيره، لأن طبعا فإنها ركس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرهم بإكفاء القدور وإلقاء اللحم، فعلى ذلك قال إنها ركس، وتم تحريم لحوم الحمر الأهلية. ودي أيضا ما يتبع ذلك، ما يتبع ذلك الأمر، يبقى إن كان اللحم هو المقصود منها حرام، يبقى برضك كل إيه يعني ما يتبع ذلك يبقى حرام. لذلك قال قد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يغنى عن ألبانية أمر ولا نهي. يبقى بيقف عند الأمر، يعني وقف عند الأمر، يبقى كأنه ما أجابش. إحنا اللي إحنا عارفينه تحريم لحوم الحمر الأهلية، طب الألبان يبقى المتحلب منها إيه حكمه؟ قال لم يبلغنا عن ألبانية أمر ولا نهي. يعني يقف كأنه يقول يقف عند المسألة، يبقى إيه الجواب؟ وقف عند المسألة. يبقى قال لا أقول يعني حلال ولا أقول إيه حرام، لكن الحرمة يبقى كانت في اللحوم الحمر، هل دي تابع عليها أم لم تتبعها؟ فلذلك قال بلغنا فيها عن ألبانية أمر ولا نهي، يبقى إيه وقف. ولكن يعني أهل العلم يبقى يحرمون ذلك أيضا. وأما مرارة السبع، قال ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع، نهى عن أكل كل ذي ناب، يبقى دي حرام أكل كل ذي ناب من السبع. وبرضك الحق ذلك الأجزاء دي تلحق أم لا؟ يبقى غالب الأمر أنها تلحق أيضا حرمة اللحم. ثم ذكر آخر هذه التراجم تحت كتاب الطب، قال باب إذا وقع الذباب في الإناء، قال باب إذا وقع الذباب في الإناء. فذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لا يطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. يبقى في الآخر شفاء، يبقى بتحمل على أحد الجناحين الداء، وعلى الجناح الثاني بتحمل الدواء، بتحمل الدواء. ولذلك يعني ماذا نصنع؟ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن قال إذا وقع الذباب في أحدكم فليغمسه كله. يبقى لما تقع كده الذباب في الشراب أو في الطعام، يبقى نقوم بغمسه بأكمله في هذا الشراب، ثم نقوم بنزعه وإلقائه، ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. يبقى لو وقعت في شراب يبقى لا ينجس، يبقى حتى نقول إن يعني وضعها كده غمسها حتى ماتت في الشراب، ثم أخذها فطرحها، يبقى الشراب ما زال على حل وطهارته، على حل وطهارته، يبقى لا ينجس إذا وقع فيه ذباب فمات فيه. وهنا أيضا لماذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في إن أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. يبقى التعادل كده، مقابلة الداء بالدواء، يبقى مقابلة الداء بالدواء، يبقى حامل للداء وحامل أيضا للدواء. وذكرنا قبل ذلك إن هي الأبحاث بتقول إن الذباب لما بيقع على قاذورات يبقى بيطعم جزء منها، يبقى جزء بيعلق بالجناح وبيطعم جزء منها، وهذا الجزء يعالج في بطنه ثم يخرج في صورة يعني خارج، فعلى ذلك هذا الخارج بيبقى مضاد لهذا الداء، يبقى ده دواء لهذا الداء.
احنا قلنا قبل كده حصلت ضجة كبيرة جدا على صفحات الجرائد يعني بالنسبة لهذه الرواية، يعني قعدت مدة كده وصفحات، الكل طبعا بيتكلم والكل بيتكلم بعقلي رد ذلك الأمر، يعني إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. افترض كده لما تجينا حاجة العقل لا يستوعب ذلك، أول حاجة نبص ننظر كده يا صحيحة فعلا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا، قلنا لأن ممكن نرد روايات صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن العقل يعني لم يبلغ أن يقبل ذلك الأمر أو يستوعب ذلك الأمر فبيتم الرد. لكن انتبه كده، انتبه، ممكن نرد نصوص صحيحة وصريحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ هذا الحكم بمجرد أن العقل قد لا يستوعب هذا الأمر. استوعب، نقول لك ده يعني الدين دين نظافة، ازاي انا في الحاله دي هنغمس هذا الشيء؟ مش ممكن يعني، فده في خطا، يعني في خطا. فهنجد يعني مره من المرات كده بنتحدث في خطبه وبنذكر ايه قصه الرجل الذي قتل 9 نفسا واكمل المئة بهذا الجاهل اللي هو الراهب لما افتاه خطا، وفي نهايه الروايه بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان تنازعت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب، الله تعالى أرسل ملكا في سورة آدمي يحكم بينهما، قيسوا الأرض يعني قيسوا المسافة بينه وبين الأرض إن كان يا ترى إلى الأرض التي خرج منها أقرب يبقى ملائكة العذاب تقبض روحه، وإن كان أقرب إلى الأرض التي أراد يبقى ملائكة الرحمة تقبض روحه، فهو أقرب إلى الأرض التي أراد فنأى بصدره وغير ذلك. فعلى ذلك يعني كان بيقول يعني الرواية دي ملهاش كمالة، طب هو اللي قتلهم دولت يعني لم يعاقب بيهم لم كذا لم كذا؟ هي رواية وقفت لنا بتبين هنا يعني بتكلم عن الأمل والرجاء، ومهما ارتكب الإنسان إن تاب تاب الله عز وجل عليه. عارفين طبعا كان في حق من حقوق العباد، لكن ده شرع من كان قبلنا، هذا شرع كان من قبلنا. فالرواية وقفت كده، يقول لك ما فيش رواية تانية مكملة، يعني إزاي الراجل يتساب كده؟ إزاي يتساب كده؟ يعني يتساب كده من غير عقوبة؟ يعني ما فيش قصاص؟ طب هي رواية كده، والرواية بتتكلم عن سعة رحمة ربنا سبحانه وتعالى وأنه بيقبل توبة العبد عشان يعني الشيطان لا ينفذ إلى داخل الإنسان ويقنته رحمة الله سبحانه وتعالى. فساعات الإنسان كده العقل قد لا يستوعب، مش واخد باله الرواية موجهة لإيه؟ إيه الإشارة؟ إيه الاستفادة منها؟ فلذلك دي كانت من ضمن الروايات التي أحدثت ضجة كبيرة جدا، اللي هي رواية حديث الذبابة، حديث الذبابة، لغاية لما أثبتت بقى الأبحاث العلمية فعلا إن الذبابة لما تقع على القاذورات بتأكل تلتهم جزء منها، والجزء ده بيعالج في الداخل فيخرج في صورة إيه؟ في صورة مضاد حيوي يعني أو دواء لهذا الداء، زي ما إحنا بنشوف كده النحلة، النحلة الخارج بتاعها إيه؟ عسل يتهافت عليه الناس، والله تعالى كما قال فيه فيه شفاء للناس، مع إن ده خارج النحلة، يعني ده خارج أكلت الأكل وامتصت الرحيق وتحول يعني هذا الرحيق او هذا الطعام في داخلها وخرج في صورة ايه؟ عسل يتهافت عليه الناس، وبالتالي قال فيه شفاء للناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى خرج في صورة دواء اهو، والشفاء في ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منها شربة عسل. العسل ده عبارة عن خارج، يعني خارج نقول له ده الفضلات، يعني زي ما الانسان بيخرج كده اخراج، ده اخراج برضك النحله بس خرج سوره ايه؟ عسل فيه شفاء للناس، كان دواء اهو، كان دواء. فهنستبعد الكلام ده ليه؟ طالما قبل ما نعترض او نعارض روايه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لان العقل لم يستوعب هذا الامر، اول بند كده نشوفه الروايه دي ثابته ولا مش ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيحه ولا مش صحيحه؟ يبقى قبل ان يتجرأ الانسان للكلام لانه قد يرد ذلك الحكم الثابت عن طريق عدم قبول العقلي، انه عقلك ده يعمل اعمال العقل بعد الروايات، ان ثبتت يبقى نعمل من خلالها. فلذلك كما قال الشيخ الألباني رحمه الله يعني في الفتره دي قال يعني سواء بقى اثبتت الابحاث لم تثبت، ان ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قبلناه وضربنا بهذه الابحاث عرض الحائط. يعني مش هي اللي هتخلينا نقبل وما نقبلش. احنا ابتداء بنقبل هذا الحكم طالما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب الابحاث العلميه جت وقالت لا او قالت ده فيه خطا، يبقى الابحاث اللي خاطئه لا نخطئ السنه ابدا، لا نخطئ السنه، ولكن التخطيه كل هذه الابحاث ان اتت معارضه او مخالفه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فان في احد جناحي داء وفي الاخر شفاء.
وده آخر الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطب. بينتقل بعد ذلك إلى الكتاب التالي، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب اللباس. قال: باب، ولم يذكر له ترجمة، وقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا، ألبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، صرف أو مخيلة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. قال: ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. كل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق. يبقى هذا طعام حلال، هذا شراب حلال، هذا كساء حلال، هذا كساء حلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. بالقيود دهيت، يعني ليس فيها خيلاء وبالتالي كبر وتعظم على الناس، ولا فيها إسراف. وإحنا بنيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ذم الإسراف، ذم الإسراف: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يعني وآيات في كتاب الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا، لما تتكلم على صفات عباد الرحمن في خواتيم سورة الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالإسراف مذموم، الإسراف مذموم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتصد في استعمال الماء عند الوضوء حتى لا يكون هناك إسرافا، حتى لو قلنا ده اللي الإنسان بيغترف من النهر، لكن من غير إسراف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الإسراف ده خلق مذموم أو سلوك مذموم. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، مع أن الأكل حلال والشراب ده حلال، لكن أيضا بقيود. حتى المباح لما بيطعم منه الإنسان بيطعم بقيود، لا يتعدى ذلك هذه القيود. يبقى كل بلا إسراف، اشرب بلا إسراف، يلبس أيضا بلا إسراف. يبقى قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، ولا يعني ولا خيلاء، يعني ولا خيلاء ولا كبر، يعني لأن طبعا المخيلة هي الكبر والخيلاء. يبقى حتى في مسألة الصدقة: والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما، كان بين ذلك قواما. لذلك لو رجل مليء وبيصرف في مالي حتى لو كان من باب الصدقات، فعلى ذلك جاز للورثة أن يقوم بالحجر على ذلك الرجل، يقوم بالحجر عليه، لن يبقي لهم بقية يرثونها لو مات. فعلى ذلك يبقى ده الكلام ده لما يتصدق بس بإسراف، يعني بتبذير إسراف، يبقى هيضيع المال ولا يجد شيء. فعلى ذلك ممكن نرفع الأمر ده إلى القاضي حتى يحجر في تصرفاته. فلذلك ما قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. ده لكل البنود دهيت، يبقى كأكل الشرب اللبس صدقة، يعني بلا إسراف. قلنا الآية صريحة جدا، ترشيد النفقة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لا فيه تضييق ولا فيه إسراف، ولا فيه إسراف. قال: في غير إسراف ولا مخيلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت وألبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، صرف أو مخيلة. يبقى طالما فيش إسراف وما فيش طبعا هنا خيلاء. أيضا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، يعني هو يتبختر بقى في الثياب كده، وأيضا من باب الخيلاء والكبر والتعاظم على الناس والاستطالة على الخلق. غير لما الإنسان يحب أن يكون نعله حسن وثيابه حسن، فالله جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الدار وخيرها جعلوا الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قالوا أنه هو يعني الكبر كده أو الخيلاء، يبقى ده علو في الأرض، هذا علو في الأرض. فلذلك الإنسان يبقى حريص، يعني يا ترى من جر ثوب خيلاء لا ينظر إليه ربنا سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. يبقى مقيدة بهذه الصورة. والإنسان ممكن كده يرى في نفسه أنه يعني كان بيجر الثوب لكن ليس من باب الخيلاء. فعلى ذلك مين يأمن هذا الأمر؟ مين يأمن؟
ممكن كده في بداية الأمر وكأنه لا يجر خيلاء، لكن تدخل هذه المخيلة إلى نفسي، ده على ذلك الشيطان ينفذ إلى الإنسان في داخله. لذلك قال ينظر الله إلى من جر ثوب خيلاء، يعني بيبين عظم هذا الأمر، عظم هذا الأمر. كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منها المسبل كما سيأتي الرواية ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ده المسبل إسبال. يبقى الرجل لما بيلبس ثوب والثوب ده بيبقى تحت الكعبين، قال ما كان أسفل الكعبين فهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رواية صريحة كده عند مسلم ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال منهم المسبل. المسبل، مسبل الثياب، يبقى إن كان الثوب تحت الكعبين بالنسبة للرجال دون النساء، لأن المرأة مأمورة بالتغطية الكاملة. قال انظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، قال باب من جر إزاره من غير خيلاء، هل ممكن يجر الثوب من غير خيلاء؟ دي كلها مبنية على إيه؟ على داخل الإنسان، خيلاء أم ليست خيلاء؟ لا نعلمها. احنا يعني قوله قد يقول انا اجر ذلك ليس من باب الخيلاء، لكن ربنا سبحانه وتعالى اعلم بداخله. مساله مش حقيقة، مش هينفع عنه هذا الامر لما يتكلم، لكن كان في قلبي عكس ما يتكلم به، عكس ما يتكلم به. يبقى قال من جر ازاره من غير خيلاء. ذكر في روايه عن سالم بن عبد الله عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوب خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنع خيلاء، تزكية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. أيضا في رواية عن أبي بكر رضي الله عنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها ثم أقبل عينه وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا أدعوا الله حتى يكشفها. قال الإمام البخاري رحمه الله من جر إزاره من غير خيلاء. يبقى المسألة مقيدة إن جر الثوب خيلاء، جر الثوب خيلاء يبقى معناها إيه؟ هذا الثوب يجر بيبقى تحت الكعبين، تحت الكعبين، كان أسفل الكعبين فهو النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنسان ممكن إيه؟ يعني بينما رجل يسير يتبختر في ثوبه إذا خسفت به الشمس، إذا خسفت به الأرض، خسفت به الأرض، فهو يتجلل في نار جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة مش بسيطة، المسألة مش بسيطة. لذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوب خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر رضي الله عنه ده حرص الصحابة رضي الله عنه، مش هو يقول ان هو لم يجر خيلاء، لا، المساله يعني محتاجه الى سؤال واستفسار، دي جنه ونار، يعني دي جنه ونار، وده كان حس الصحابه رضي الله عنه، ده حس الصحابه رضي الله عنه. فلذلك قال رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي. ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان نحيفا، وبالتالي كان يتماسك على حقويه، يبقى الثوب كده ما كانش يتماسك، كان بينزل فبيرفعه يتعهده. يبقى الثوب اساسا فوق الكعبين، المثل السروال او الازار فوق الكعبين، لكن نتيجه النحافه لا يثبت على حقويه، مش في وسطه، فلذلك كان ايه بينزل فيتعهده. فلذلك قال الا ان اتعهد ذلك منه، يعني هو اصلا يبقى فوق الكعبين، اصلا الازار ده فوق او السروال فوق الكعبين، فلكن نتيجه النحافه يبقى مش ماسك على ايه؟ على قصدي، مش ماسك على حقوي، مش ماسك كده، فبالتالي بينزل بيسقط فبيتعهدوا يرفعه تاني. فهو اصلا يعني ما كانش مسبل وما كانش تحت الكعبين، لذلك قال وبيذكر كده العذر التوضيح نحى شقي ازاري يسترخي، شقي بيسترخي يعني بينزل وبالتالي ببدا ارفعه الا ان اتعهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. نداء ثناء لأبي بكر الصديق رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، نفى عنه الكبر أو الخيلاء، يعني هذا ليس من خلقه، ليس من خلقه. فلذلك ده تزكية ومدح من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرواية بتبين مدى خوف الصحابة رضي الله عنه، إزاي بيستقبلوا الروايات، إزاي بيستمعوا ليها،
يعني الواحد ممكن يزكي نفسه ابتداء كده يعني ابتداء يقول له مش بيعمل اخويا لا يعني وخلاص انا الموقف تماما يعني انا الموقف مع نفسي تماما كده. لا الصحابه دي جنه ونار لما نسمع كده مكان اسفل الكعبين وهو من النار. طب يعني نتخيلها ازاي دي تخيلها ازاي؟ فده احنا منها بنفر يعني نحن من النيران بنفر. ما الفرار من النار بيحتاج اليه نحن ناخذ بكل سبب الاسباب اسباب النجاه. يبقى من ضمن اسباب النجاه من النار ان هو الانسان يرفع ذلك الثوب. ليه؟ لان الروايه على الرغم ان هو مكان اسفل الكعبين فهو في النار وبالتالي من جر ثوبه خيلاء فممكن يكون تحت الكعبين بس هو يقول انا ليس بخيلاء. لا تامن نفسك لا تامن نفسك. ممكن الانسان يحاول يقنع نفسه بالكلام يقنع نفسه مساله جنه ونار. فلذلك الصحابه كان رضي الله عنهم بيستقبلوا الكلام ده ازاي وبيتعاملوا معاه ازاي. فلذلك قال ان احد شقي ازاره يسترخي الا تعاد بذلك منه قال لست ممن يصنع خيلاء. ثم ذكر روايه عن ابي بكر رضي الله عنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا يعني يعني معناها ان هو ما استناش لغايه لما يستكمل لبس الثوب ولكن جره كده. قال فقام يجر ثوبه مستعجلا بيبين ليه ايه السبب مش هو سابه كده ولكن زي ما الواحد كده سمع نبأ فبيلبس الثوب وهو بيسعى وبيسعى. فالثوب ممكن يجر يعني الثوب ممكن يجر على الارض لكن هو ده مش هو اصل الثوب كده يعني بيتعادوا بيرفعه لكن من استعجاله. لذلك قال مستعجلا يعني كان يبقى قام مستعجلا ما استناش لغايه لما يلبس الهندام ويلبس ذلك يلبس ذلك الثوب ثم يخرج على الناس لكن اخذ ذلك الثوب وكان يجر لغايه لما يلبسه ومستعجلا حتى اتى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها. يبقى صلاة الكسوف ومر علينا الكلام عن صلاة الكسوف. ثم أقبل علينا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها وما نرسل الآيات إلا تخويفا. فكيف بنتعامل بقى مع الآيات دهية كيف نتعامل؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع هذه الآيات فقال الشمس والقمر آيتان من آيات الله يبقى وما نرسل الآيات إلا تخويفا. يبقى على ذلك احنا نخشى وكان الريح لما بتشتد يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك على وجهه ولا يقعد حتى يعني تسكن الريح او ينزل المطر. ولما يسأل عن ذلك قال ان قوما عذبوا بالريح. يبقى لما كانت الريح تشتد يبقى كان يتعوذ برب سبحانه وتعالى تعوذ برب سبحانه وتعالى. ليه الكلام دوت؟ لما سئل عن كده ايه الزعاج الشديد ده؟ يبقى الريح شديده ريح شديده بيختبئ منها الانسان. لكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى يتعامل مع هذه الريح؟ يبقى نقول صورة من صور الانزعاج. ما السبب؟ قال إن قوما عذبوا بالريح فإحنا لا نأمن يعني لا نأمن. فربنا سبحانه وتعالى عذب قوم إيه؟ يعني عاد قوم هود عليه السلام وصعدهم ريحا صرصرا. يبقى الريح كده كانت تأخذ رجل ثم ترفعه الأعلى ثم تكب على أم رأسه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا نصنع؟ قال في درتم منها شيئا فصلوا. فافزعوا في روايه كده قال فافزعوا الى الله بالصلاه. افزعوا يعني شوف بقى الانسان لما يفزع لشيء يعني على الفور. وبالتالي لماذا خرج وكان مستعجلا وكان يجر الثوب وكان مستعجلا يعني لم يبق مع ان فطره وجيزه جدا عقبال ما يلبس هذا الثياب يبقى فطره وجيزه لكن على ذلك كان على الفوريه يعني خرج على مستعجلا يعني ما بقاش في لحظة عرف ان هي كسفت الشمس خرج مباشرة. ولذلك قال فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. فصلوا يبقى تتلبس بطاعة إن لم يكن صلاة بالدعاء بالصدقة بالعتق بالذكر كل ده أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وادعوا الله حتى يكشفها. يبقى لو صلينا والظاهرة ما زالت موجودة صلاة الكسوف لا تكرر. طب لسه الظاهرة موجودة ادعي استغفر اذكر ربك سبحانه وتعالى تصدق. يبقى دي كلها المهم تتلبس بأي طاعة. يبقى لو كانت يعني هلاك القوم بهذه الآية ما أتتك هذه الآية إلا وأنت على طاعة. ثم قال باب التشمر في الثياب. قال باب التشمر في الثياب وذكر رواية على أبي جحيفة رضي الله عنه قال فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزها ثم أقام الصلاة فرأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا فصرخ حتى إلى العنزة ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.